ألا يكون كتاب مختار تليلي مون كومبا مجالا لتصفية حسابات شخصية؟ أول ما نبدأ في الصفحة 10 12 15 طول ما ننتظرش نلقى مراد محجوب قدامي قطع زيق تريني في السي بي وعندكم ماتش معناها ديسيزيف مع حمام لنف نسق مع الولاية والسلطات الجهوية نسقت مع الولاية ومع تقول لهم أكل بوم تاع بنزرت ما يطلعش في الوقت كان يطلع في الوقت الفلاني طلعتوه وقت اللي حمام لنف جاي قبل 3 ايام الماتش قلت لا انا يلزمني ندخل للشعبية باش يشوفوني باش ندخل فيهم قول ايوا كانت معركه من 2003 بدات بين ليلى بن وسليم وسليم شيبوب يعني صداها وصل لمدارج الملعب خرج من اللعبه جمله كومبليتمون قال لك يا مختار راهو فما 300 تذكره تباعت صحيح باش يجيو يسبوني جاو سبوه الحرب هذه كان لخصها علاش مختار على خالد بن يحيى ايه طارق دياب مراد محجوب لا لا باش خلنا خص لك وزره القريوي ايه هذا بكل الباطل ومختار تليلي هو الحق اللي يغلط نحطه في بقعته حاتم الطرابلسي طول نقصت عليه رديته بايع كذا ورديته به وعايق يعرف اللي انا المسؤول على التكوين حب يسيء لي انديركتومون انت تتهم مباشره انه طارق دياب وجماعه حبوا أي. يخسروا ضد يوغوسلافيا اي باش يروحوا يعديوا العيد هكا جمله في تونس العيد في تونس انت اللي تقول اللي خلقته في البوست هذاك اي هنا وحطيته كابيتان على مجيد بن مراد وعلى مجيد الجلاسي وعلى جوبانتيني وعلى الكبارات تاع الترجي وفرضته وليت انا فاشل وقت يعمل وقت وزير يبعث للفيفا جواب يقول لهم عاقبوا المنتخب التونسي عامين هذا حصل اي مالا شنو ماشي العركة الكبيرة بين طارق ووديع علاش العركة هذه كلها طارق جاب خالد بن يحيى حبوا أونترينور ووديع اختار نبيل بعد استشارة جل المدربين تاع المنتخب السابقين يعني هاي الفتنة الكبرى هذه للتاريخ مع برهان بسيس كل نهار ثلاث 9 متاع الليل على قناة التاسعة